سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد. معكم طارق من القناه ديال افائل. باش غادي نقوم اليوم بالوصف ديال واحد العقار اللي ما كنلقاهش بزاف وما كنشوفوش بزاف. غادي نخرج باش غادي يبان لكم شنو هو هذا العقار، اللي هو فاش كنلقاو الدروج وكنلقاو الصالون. اذا هو دوبلكس. دوبلكس، ولكن دوبلكس اليوم اللي غادي نقدم لكم دوبلكس حقيقي اللي فيه جوج ديال الطوابق، في البرومي والدوزيام كيتحسب دوبلكس، وكاين عندنا تروازيام والكاتريام دوبلكس. اذا راه كتشري جوج ديال ليطاجات. ونزيدك في موقع اللي هو ممتاز جدا، الا وهو حي رياض الزيتون، على مقربه من شارع ديال الزيتون، على مقربه بزاف ديال المرافق، اللي هي مثلا قاعه ديال الرياضه، اللي هي مثلا الجامع، اللي هي مثلا السويقه، وزيد وزيد. اذا اعزائي المشاهدين، كنشكركم على المتابعه ديالكم. بقاو معايا حتى الاخر نكتشفوا كيفاش تفصل هاد الدوبلكس وشنو هما المزايا ديالو. اول حاجه نبدا بها هي الباب. باب من نوع الخشب الخشبي، واللي نقول لكم دو كاليتي. فاش كندوز يدي على هاد الخشب هذا كنحس به ملس رطب. اذا راه كيبان بان لا كاليتي ديال هاد الخشب هذا راه باينه. اون فاس معنا وحنا داخلين كنلقاو صالون. من قبل من الصالون كاينه التواليت والدوش ديال هاد ديال السفلي ولا ديال الطبق الاول، فاسك ديالو صغير، التواليت ولهيها. ممكن الانسان قال له يزيد دوشات، هما ما دايرينش دوشات هنا حيت مازال غادي تشوفوا معايا الحمام الرئيسي اللي هو الطبق الاول الطبق الثاني عفوا. بالنسبه للدروج، الدروج ديال هاد الدوبلكس مازال غادي يديروا ليهم هنايا الجاج فهاد البلاصه هادي كما كتشوفوا، في انتظار البيه ديالو. علاش؟ لان الا طلعتي المابل وكاين جاج راه ممكن انه يتعرض للكسر ولا يتهرس. خلاو تيتباع الدوبلكس عاد يقوموا زعما بالوضع وغادي يحطوا هاد الجاج هذا اللي كنهضر عليه. هنا عندنا على يدينا من واحد الديباره بلاصه اللي استغلوها، المساحه اللي كانت زايده ودخلوها في العقار، هي عباره ممكن تكون ديباره بيت ديال الخزين ما الى ذلك. بالنسبه للمساحه، المساحه اللي هي من اهم الاشياء. المساحه هنا مساحه متوسطه ديال 77 متر مربع، ولكن هاد 77 متر مربع راه في التيتر في الاوراق. الا هضرتي على المساحه الاجماليه هنايا، راه ممكن نقول لكم انه واصل يمكن المساحه ديال كدا 80 صافي 86 او 88 متر مربع. علاش؟ لان كاينين بالكونات. بالنسبه لهنا دخلت دابا باش غادي نوريكم المطبخ، ها هو وريتكم الباب. المدخل الرئيسي هو هذا، حداه التواليت والفاسك. فاش كندخل لهنايا بنفس الطريقه ديال الخشب كنلقى المطبخ، كوزينه. كوزينه فيها البلاصه ديال الثلاجه، ها هي محطوطه فيها لاوت ديال ديك لي مارك ايطاليان شوكيجات، هوت ماشي من النوع العادي. فيها اون بلاك، ها هي، وفيها الفران ديالها. ونزيدكم هي كاين البلاصه فين تزيد حتى لافيسيل الا بغيتي تزيد لافيسيل هنايا هو الماشينه لافي. بالنسبه للافابو داروه كاستخي باش ماشي يشرب ليك الماء، لان فاش كيتحط الفوق تيبقى يدوز الماء من هاد الجهه هادي التحتانيه. حاجه اخرى هي بالنسبه شتي حتى الجاج، انتبهوا لواحد الحاجه باش مثلا الانسان فاش كيكون كيقضي شغال راه ما تيكونش كيبان من الشرجم من الجاج. الجاج داروه صابلي ما تيبينش. وهنا كاين عندنا بالكون، بالكون اللي مزيان بمساحه ممتازه اللي ممكن تزيد فيه بلاصه ديال الشوفو وتحط حتى الماشينه لافي. وعزكم الله كاين حتى القادوس ديال السياق. دي هي هذا هو المطبخ، المطبخ اللي مزيان اللي فيه اللي يحتاج الانسان كاين في هذا المطبخ. هدرت هنايا على الموقع، هدرت على رياض الزيتون والمدينه مدينه مكناس. الحي ديال رياض الزيتون هو محي واحد من اجمل الاحياء بالمدينه ديال مكناس. علاش؟ لان حي جديد فيه مناطق خضراء، كاين فيه مثلا السوق قريب، كذلك حتى المرجان، فيه السويقه، فيه الحمام، ترونسبور، الوكالات مثلا البنكيه، كلشي كاين في هذا الحي ديال رياض الزيتون، واحد من ارقى الاحياء بمدينه مكناس، وحي هادئ اللي يتمنى اي واحد يسكن فيه.
بالنسبة لنا هنايا هذا هو الصالون ديال هذا الدوبلكس. صالون بمساحة ممتازة، علاش؟ لأن كاين العرض مع الطول. العرض عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، الطول ديالو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ونص تقريبا، بهاد الزخرفة اللي جات ديال القبص. شي حاجة سامبل، شي فاش كتدخل لهاد الدوبلكس كتحس بواحد الهدوء وواحد السكينة في هاد الدوبلكس، لأن حتى الألوان اللي تعزلوا فيه الألوان اللي كانت خفيفة، والطريقة باش تصبغ خفيفة، الإضاءة شوفوا الإضاءة والإنارة كيفاش جات، شتي هاداك الإنارة اللي داكشي خفيف ظريف في هاد الدوبلكس. نزيدكم بالنسبة للألومنيوم، النوع ديال الألومنيوم نوع ممتاز. أنا غادي نجردو باش غادي تفهموا علاش كنهضر، هانتوما سمعوا معايا. ها كيفاش كتعرف الألومنيوم اللي مزيان؟ شتي فاش كدفعو كتسمع السكة، كتبقى غادا تك 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 تك، وكتسمع الطق. إذا راه تسد ماشي كتبقى تدافع معاه، الطق ما كيبغيش يتسد. إذا من هنا كتبان الكاليتي ديال هاد الألومنيوم اللي تستعمل. إذا مواد مستعملة، مواد اللي هي حقيقية، مواد دو كاليتي. دابا غادي ندوز باش غادي نهضر ليكم على الثمن. الناس اللي كتسنى تسمع الثمن، الثمن هنا تنهضرو على 52 مليون، 520 ألف درهم. غتدي بها جوج طوابق، الطبق الأول والطبق الثاني اللي كيجعلو من هاد الشقة شقة من نوع شقق دوبلكس. كما قلت الطبق الأول حنا شفناه، دابا غادي نتوجه بكم باش غادي تشوفوا شنو كاين عندنا في الطبق الثاني. وحنا غادي نقدر نقول لكم بأن راه عندكم لا بوسيبيليتي باش أنك ولا الحق في استغلال الملك المشترك اللي هو الباركينغ، باركينغ بإلكتريك. نزيد عليها أن عندك الحق في استغلال ديال المصعد، وكاين الدار كذلك ديال الكونسيرج. دابا وصلنا للطبق الأول، راه كنحاول نوصف لكم كل شيء، ما نخلي حتى شي ديتاي. هنا هاد البلايص هادو، هاد البلاصات راه مازال غادي يديروا فيهم الكارد كور، سواء غادي يديروه بلينوكس سواء يقدروا يديروه بالجاج هنا وهنا. علاش ما داروش؟ كيتسنى كما قلت قبيله حتى يتباعوا هاد لي دوبلكس، عاد يركبوهم على ود باش يطلع المبل. هنا كيتفرقوا عندنا الغرف، عندنا جوج ديال الغرف في هاد العقار، الغرفه الاولى والغرفه الثانيه. مي قبل ندوزو نشوفو الحمام. كاين عندنا الدوش في الكوا، ممكن دير له سيباراسيون، هما ديجا دايرين ليه هاد الدرس باش ما كيخرجش الماء، عرفتوا واش كيبان لكم. تواليت والدوش والفاسك، الفاسك دايرينو سوسبوندو مهزوز. حتى الا فاش كيكون الفاسك مهزوز، حتى فاش كتبغي دوز الكراطه مثلا فاش كيعمر الحمام بالماء، راه ممكن كتكون لا بوسيبيليتي. واخا الثمن كما قلت هو 52 520 الف درهم. الموقع والمدينه بمدينه مكناس بحي رياض الزيتون. اللي بغى يشوف هذا العقار عن كثب فما عليه الى الاتصال او التواصل، ها هو الرقم ديالي اسفل الفيديو. ونزيدكم اذا كان عندكم نتوما اعزائي المشاهدين شي عقار وبغيتوا تبيعوه، فانا راه الخدمه ديال الجميع. دابا ندخل بكم الغرفه الرئيسيه اللي هي الغرفه الوالدين. غرفه الوالدين فيها بالكون، وماشي بالكون صغير، بالكون كبير. بلاكارات، شوفوا هاد البلاكارات هادو من الداخل واش واجدين ولا لا. اذا واجدين، فيهم بلاصه ديال التعلاق، فيهم بلاصه ديال الحويجات فين تطوي الحويجات ديالك. وبالنسبه للتيتولي عندو بريزات، بريز الاول مثلا ديال الشارجور والبريز الثاني. بالنسبه للسقف هانتوما كتشوفوا داك لي سبوت الخفاف اللي كيعطيو داك لافي، شو كيداير داك لافي ديال لي سبوت كيضرب في الحيط، الا حطيتي غير شي طابلو ولا شي حاجه راه كيجيك داكشي رائع ممتاز خفيف. اذا ما تنساونيش اعزائي المشاهدين بالضغط على الزر ديال الاعجاب، وكذلك الاشتراك والبارطاج ديال هذا الفيديو، لربما يوصل لاحد من الاهل ولا الاصدقاء اللي باغي يقتني نوع من هذا الشكل ديال العقار. هنا عندنا البلاصه ديال التلفازه، كذلك لتحت لانستالاسيون كاينه ديال الضوء. وغادي نمر بكم باش غادي تشوفوا معايا الغرفه الثانيه.
الغرفة الثانية عندنا فيها أول حاجة في المدخل ديالها كاينين لي بلاكار، هادو حوايج لي ممتازين اللي فكر فيهم هاد المقاول اللي كيبين على مدى الاحترافية ديالو. هما هادو لي بلاكار، ولي بلاكار راهم عامرين حتى هما نفس الشيء، فيهم بلاصة ديال التعلاق ودي بلاكار لي كبار ماشي صغار. استاذ الا علقتي شي حاجة هنايا مثلا قميجة ولا ينفاست ولا شي حاجة راه كتبقى طويلة. كاين شرجم كبير ديال لالومينيوم اللي في الوان حتى الالوان اللي تعزلات، كاين تناسق ما بين لالومينيوم ما بين هاد المجبدات ديال 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 لي بلاكار. وهذه الغرفة الثانية، غرف اللي 90 كبار، نعبروا هاد الغرفة واحد جوج ثلاثة أربعة الأمتار تقريبا على أربعة، ما قلت اللي بغى يشوف هاد العقار فما عليه الاتصال، لأن كاين فقط جوج من هاد النوع هذا. ما قلت لكم ما كاينينش مفقودين في السوق تماما الأنواع ديال لي دوبلكس بحال هاد الشكل. كانوا عندنا بعض الأحيان كيطيحوا بحال هاد لي دوبلكس ولكن مفقودين، واخا هما كثير زعما الطلب عليهم كثير. ونزيد لكم اعزائي المشاهدين واحد الفكره، هي انك فاش كتاخذ ديوبلكس كله كيطلع على الزنقه، عندك الشرجم هذا كيطلع على برا، الشرجم كذلك ديال هذا البيت كيطلع على برا. ولا هبطنا الطابق الاول حنا وصلنا للطابق الاول حتى هو تيطلع على برا. علاش الدوبلكس ولا من 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 العقارات اللي مطلوبه؟ لاود مثلا الا كان عندك ضياف كتدخلهم مثلا هنا، كتبقى لك البلاصه ديالك ديال الدار ترونكيل الفوق، ما عارف حد شنو كاين عندك الفوق. ونزيد كيعطيك حتى واحد الاحساس واحد لو ستيل ماشي ديال ديما اللي ما كنلقاوهش في الديور قليل. فاش كتدخل مع داك دخلتي شي اخ بلس 2 ولا شي فيلا اللي كتلقى فيها بحال هاد الديكور، هنا كتخلي لك داك لانتيميتا ولا داك ما عرفتش كلمة بالضبط اللي نقول ديال الدار ديالك. عقار اللي كان ممتاز، كنتمنى اعزائي المشاهدين ينال الاستحسان ديالكم والاعجاب ديالكم. اللي بغى يشوف هذا العقار كنعاودها هو الضغط على الزر، هو اتصال، وما تنساونيش مره اخرى بالضغط على الزر ديال الاعجاب والاشتراك في قناتكم اف ال. طارق كان معكم من اجل الشرح والوصف ديال هذا العقار، كنقول لكم الى اللقاء وفي عقارات مقبله عما قريب ان شاء الله.